عقدت عصر اليوم جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت وأوكرانيا الصديقة، وترأس المباحثات عن الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وعن الجانب الأوكراني وزير الخارجية ديمتري كوليبا، الذي يقوم بزيارة تعتبر الأولى له لدول الخليج العربي منذ اندلاع الحرب في بلاده. وأشاد وزير الخارجية بمتانة العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وأوكرانيا التي تشهد هذا العام مناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا على مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا. كما شدد وزير الخارجية على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد لإيجاد حل سلمي للأزمة. ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن تقديره لموقف دولة الكويت حيال الأزمة في أوكرانيا ووقوفها بجانب الشعب الأوكراني في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعيشها جراء الحرب، مثمنا مساندة وتضامن دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا عبر تزويد أوكرانيا بمولدات الطاقة الكهربائية، نظرا لحاجة أوكرانيا الماسة وشعبها لهذه المبادرة الإنسانية. وتناول الجانبان خلال جلسة المباحثات كافة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما المتعلقة بآليات تعزيز التعاون المشترك في سياق مواجهة تبعات الأزمة الأوكرانية وما يتكبده شعبها الصديق من تداعيات إنسانية ومعيشية صعبة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.